المشكل ديالنا هو مشكل ديال الاعمال الاجتماعيه ديال الوكالات توزيع الماء والكهرباء والتصدير السائل بالمغرب. حنا جينا هنايا كنا اول شيء هو راسنا السي الامين العام ديال الاتحاد المغربي للشغل اللي هو اللواء ديال الوكالات توزيع الماء والكهرباء والتصدير السائل بالمغرب اللي اكثر تمثيليه في القطاع. جينا باش نشوفوا معاه لان تم الحجز وزاره الداخليه حجزات على التعاضديه اللي كنا كنستافدوا منها هو صندوق داخل وجوج صناديق اللي عندنا تيتقطعوا لنا من الحساب ديال المشتركين. الاشكال اللي كاين هو دابا صندوق التعاضدي كان كيعطي 80% والتكميلي كيعطي 20%، وهذا الصندوق التكميلي ما بقيناش كنعرفوه لان في الادويه وداك الشيء هذا كانت عندنا مجانيه الطبيب وتدواء، كانت عندنا مجانيه تدواء لان كنخلصوا 100% ديال التعاضديه. يوم حاليا دابا ولينا كنشوفوا بلا كاين واحد التدهور في التطبيب وفي الاعمال الاجتماعيه، مع العلم بان وزاره الداخليه قالت بان كاين واحد تدهور مالي وحجزات على هذا المكتسب هذا للاصلاح. حنا حاليا من جهه هذا الشيء هذا جاء مفاجئ للاخوان اللي ما كانوش كيخلصوا التطبيب وما كانوش كيخلصوا لافارماسي ولاو دابا مضطرين يمشيو يخلصوا هذا الشيء هذا. وحنا بغينا نعرفوا بالله هذه النقابه ديال الاتحاد المغربي للشغل اللي هي جميع الاخوان جميع الوكالات منخرطين فيها، بغينا نعرفوا الدور ديالها والموقف ديالها لان جينا ندوب هذا الشيء هذا لان حتى واحد فيهم ما خرج من الكتاب العامون اللي يشرح للطبقه العامله لهذا الملف فين غادي والمسار ديالو فين غادي يكمل. وتنتمنوا الاخوان كاملين اللي هما في الصوت ديالنا يوصل صوت جمعيه الكهرومائيين والرضاليين بالمغرب اللي هي جمعيه مهنيه حقوقيه كطالب هذا ماشي كمطلب لانه باسترجاع هذه الحقوق لان عشنا فيها لان اكثر من 30 و40 عام وحنا في هذا المستوى. وحاجه اخرى لان ما عرفناش الاواخر ولينا كنسمعوا بالله امين المال ما بقاش شيء، لا جمعه عامه لا تقارير ماليه لا حتى شي حاجه ما كدار. هذا الشيء هذا نورمالمون خاص يكون في جميع الوكالات التقرير المالي والتقرير الادبي ديال اي ريجي يتحط باش يعرفوا الناس المسار ديال هذا الشيء هذا لان هادو كلهم فلوس خدامه. ونتمنوا التوفيق للجميع وتحيه نضاليه كاع الاخوان اللي هما في اللواء ديال هاد النقابه هذه. وكنعاود نكرروا بغينا نشوفوا المواقف السلبيه ديال هاد المنظمه باقيين كنكرروا فيها. ونتمنوا يكون هاد الصوت هذا يوصلهم ويفهموا بان الاخوان جاو كيطالبوا مكتسب ديالهم الاسترجاع مكتسب ديالهم. المطالب ديالنا كالتالي، حنا عندنا جوج ديال الصناديق، صندوق ديال التعاضديه وصندوق تكميلي. المطلوب من وزاره الداخليه على اننا نستافدوا نفس الاستفاده اللي كنا فيها. حنا ماشي مسؤولين على انه صناديق فارغه. فنحن في دوله الحق والقانون. نحن نطالب بحقنا كامله دون اي نقص ودون اي تمديد. هذا هو كل مطلب يطلبه جمعية الكهرومائيين الرضاليين بالمغرب وكذلك فرع القنيطرة وجميع فروع المملكة بما فيها 18 وكالة. كلنا نطالب باسترجاع حقنا المسلوب. إذا كانوا ناس داو الصناديق هذه مسؤولية ديال القضاء، راه الحمد لله نحن في دولة القانون الحق والقانون، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه. ولكن المطالبة والتكرار على مطالبة بحقنا المشروع لأن هذا الحق هذا كيكفل لنا القانون ونحن شركاء في هذه الصناديق.